صباح الجمال، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جمعه مباركه. النهارده بقى هنخرج مع بعض خروجه العيد. بصوا يا جماعه، سهله وسريعه كده وفي نفس الوقت على قد الايد، بس بجد كان يوم حلو جدا جدا. اول حاجه كده نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، واللايك وكومنت والشير بتاعكم الجميل. اول حاجه كده انا كنا عند اختي في المعادي، تمام كده، فقررنا ان احنا ناخد الولاد كده، نصحى الصبح بدري وقررنا ان احنا ناخدهم ونروح نقضي يوم في البسين. ده بسين كبير جدا يا جماعه، بصراحه هو كان اوحش حاجه فيه ان هو كان زحمه جدا، بس الراجل قال لنا ان هو في الايام العاديه ما بيبقاش زحمه خالص. خلاص كده، فجوله كده سهله وسريعه كده، بس يا رب تعجبكم. طبعا اختي جايه من البلد تقعد معانا كام يوم يعني وتقضي معانا العيد، فقلنا ايه ناخدها كده ونروح نفسحها هي وولادها. بصوا بقى في مكان حلو جدا، عايزه اقول لكم هي اتبسطت جدا الحمد لله، وكان يوم بصراحه بقى ما يتنسيش. اول حاجه يا بنات، احنا رحنا طبعا جبنا ايه الفطار والاكل اللي احنا هناخده معانا، جبنا شويه جبن بقى على شيبسي على بيبسي، الحاجات اللي احنا ايه هتقضي معانا اليوم كامل. بصراحه احنا ما قعدناش هناك كتير ولا حاجه كده، احنا خلاص يا جماعه ركبنا المترو وخلاص نازلين منه كده زي ما انتم شايفين. ماشي بجد يعني هو كان يوم، بس المشكله ان هو بعيد شويه، فاهمين قصدي؟ بعيد عننا، احنا ساكنين في شبرا طبعا، وهو بعيد جدا بصراحه بتاع 15 20 محطه كده بالمترو ولا حاجه. فبصراحه كانت ايه عايز اليوم من بابه كده من اول الصبح. المهم يا جماعه، اجمل ما في الموضوع ان انا واخواتي كنا متجمعين، وبصراحه احنا لما بنتجمع كده بيبقى يوم ما يتنسيش. طبعا احنا كده ناقصنا واحده، احنا ما شاء الله خمس بنات وولد، الولد طبعا في شغل يعني في البلد، واختي في البلد برده، واختي اللي في البلد المفروض ان هي جايه تقضي معانا العيد، اللي هي ايه ام احمد اللي قاعده جنبي دي. عايزاكم كده في الكومنتات تقولي لها ايه، نورت الفيديو يا ام احمد، اول فيديو اصلا تطلع معايا فيه. فقلنا ايه ناخدكم بقى جوله كده يا جماعه، احنا خلاص دخلنا المكان كده، احنا نزلنا من المترو وهندخل بقى المكان اهوت. عايزه اوريكم ايه الجمال والحلاوه، بجد حلو جدا. هو بس والله بجد كان مشكلته في الزحمه كلها، بس بصراحه قضينا يوم حلو. وسيبكم ان احنا اتبسطنا او ما اتبسطناش، الولاد اتبسطوا جدا جدا كده. خلاص احنا دخلنا زي ما انتم شايفين، شايفين الناس. احنا طبعا اول ما شفنا الناس مش قادره اقول لكم اتخضينا طبعا، ماشي كالمعتاد يعني. بس ده العيد تقريبا خامس يوم ولا حاجه، فيعني ايه مش كفايه اجازات بقى ولا ايه؟ زي ما انتم شايفين كده اهوت. طبعا ادم ومكه نزلوا البسين من قبل ما يفطروا اصلا، ومن قبل ما اي حاجه كده. طبعا هي مكه من اول ما دخلت قلعيني بسرعه قلعيني بسرعه عشان تنزل البسين. فاول حاجه عملتها كده ايه نزلتهم هما الاثنين كده، وانا فضلت اصور فيهم كده شويه. ماشي، بس للاسف يعني ايه تحسي انت كل ما تيجي تصوري حاجه الناس جنبك كتير جدا، فانا مش عايزه ايه تصوير الفيديو كده ما يعجبكوش ولا حاجه، ولو برده ما عجبكوش عرفوني، تمام كده. زي ما انتم شايفين كده اهوت بقى نزلنا كده، بجد كان يوم جميل جدا. ونزلت طبعا انا واخواتي قضينا برده كده ايه ساعه ولا ساعتين كده في الميه، وبعد كده خرجنا بقى وسيبنا ايه العيال كده مع نفسها. ماشي، وطبعا هنا مكه انا كنت بصراحه خايفه عليها يعني، بس ما شاء الله هي فضلت تلعب كده. طبعا يا جماعه هو يعني ايه درجات، اول حاجه كده دي الحته اللي انا واقفه فيها دي للصغيرين زي ما انتم شايفين، وبعد كده بتبدا ان هي تغوط شويه، وبعد كده بتبدا بقى اللي بيعرفوا يعوموا بتبقى غويطه جدا. تمام، ما شاء الله كده. بصوا الميه جميله جدا ونظيفه وزي الفل، ما فيهاش اي حاجه. هي عيبها بجد ان هي يعني كانت زحمه بس، وعيبها طبعا المشوار، بس زي ما قلت لكم لو هتروحوا تقضي اليوم كامل كده بجد حلو جدا. ماشي، ولو عايزين كده تعرفوا المكان فين اكتبوا لي كده في الكومنتات، وانا اقول لكم تركبوا ايه بالظبط وتنزلوا فين، وبجد حلو جدا جدا. عايزه اقول لكم ان التذكره ب 40 جنيه اليوم كامل، يعني ايه طبعا احنا بندخل بنحجز الترابيزه بالكراسي بالمشروبات، دي بيبقى لها حساب، والدخول بس كده لحساب تاني، تمام كده. زي ما انتم شايفين كده اهوت، ماشي جوله كده، تعالوا بقى نقضي كده كام ساعه كده انا واخواتي. بصوا بقى الجمال والحلاوه ما شاء الله. طبعا علاء كان مسافر ما جاش معانا اليوم ده، بجد يعني بعنا كده طبعا، وقال انا هروح اقضي ايه يومين في البلد وبتاع. قلت له خلاص ما فيش مشكله، انت سافر البلد وانا هروح اقضيهم عند اختي. شفتوا يا جماعه ايه يعني احنا ايه بنتفق كده مع بعض. زي ما انتم شايفين كده اهوت، شايفين مكه بجد كانت مبسوطه ازاي، حلو جدا جدا. شايفين يا جماعه الميه حلوه جدا ونظيفه وراقيه وكل حاجه. ماشي، وده طبعا يا جماعه الميه بتاعته بتتجدد كل يوم، ما بتفضلش ثابته على بعضها. تمام، واختي هيت واقفه جنبي، اخواتي بقى وحبايبي واولادنا كده ما شاء الله حوالينا. زي ما قلت لكم كده انا للاسف ما كنتش عارفه اصور كده كويس، لان شايفين الناس يا جماعه جايين كده كتير جدا حوالينا بصراحه، فعشان برده الخصوصيه، بس على قد ما قدرت كده ان انا اظبط التصوير يعني.
ماشي. بس بصراحة اليوم كان عاجبني جدا، وفي نفس الوقت دي خروجة العيد اللي احنا يعتبر خرجناها يعني، فكنت عايزة حابة ان انا اصورها معاكم يعني، واقول لكم ايه رأيكم في الجمال والحلاوة. انا قضيت المصيف بس هنا في مصر مش في مكان تاني بجد. هو تحسي ان انت مثلا في بحر اسكندرية ماشي، من كتر الناس الكتير قوي اللي فيه دي تحس فعلا حرفيا، والستات مع الرجالة مع العيال مع الكبار مع الصغيرين زي ما انتوا شايفين، فتحس فعلا ان انت في مصيف ولا حاجة. بصوا يا جماعة كده الجمال والحلاوة. طبعا ادم ابني اختفى من جنب خالص، ومصمم ان هو بيعرف يعوم، وراح في الغريق كده وقلت له خلاص مع نفسك، المهم ان انت يا ادم لو غرقت هموت. بصوا انا ست ديمقراطية زي ما انتوا شايفين. وطبعا هنا الست حبيبة مرضتش تنزل ابدا عشان خاطر ايه هو زحمة وكده، فما عجبهاش الوضع يعني، قالت لا يا ماما انا مش هنزل. قلت لها خلاص صوري انت بقى، انت مش هتنزلي مفيش اي مشكلة، صورينا بقى كده بس يا جماعة كده. ايه رأيكم؟ بصوا يا جماعة الجمال اصلا تحس بجد حرفيا ان انتوا في مصيف بجد. كان يوم حلو جدا ما شاء الله، وزي ما قلت لكم اجمل ما في الخروجه ان انا واخواتي كنا متجمعين، وبصراحه ما بنتجمعش كده بصراحه غير كل فتره كبيره مره. طبعا كل واحده فينا متجوزه في مكان بعيد يعني، انا واختي بس يعتبر هنا اللي جنب بعض على طول مع بعض، لكن بقيت اخواتي التانيين في كل واحد في بلد زي ما انتوا ايه عارفين، ويعني كالمعتاد يعني زي ما انتوا شايفين كده. هو بقى خلاص كده يا جماعه الفيديو كان خلص ان شاء الله. اتمنى من كل قلبي كده ان هو يعجبكم، واللايك والكومنت كده حلو زيكم. بس كده يا اخواتي عيد سعيد ان شاء الله، واستنونا بقى بعد فتره كبيره قبل ما نخرج تاني الخروجه دي ان شاء الله، والخروجه الجايه بقى تبقى ايه كده مع سلايفة، عشان بصراحه انا ايه يعني ما خرجتش معاهم في العيد وبتاع، فحسيت طبعا ان هم زعلانين كده، فلازم نخرج خروجه ايه حلوه مع بعض كده. بس كده يا اخواتي ما تنسوش اللايك.